هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ورد حديث يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم من هم وما هي صفاتهم، خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بما جرى بينهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. نرجو من سماحتكم، يقول السائل، أن تفسروا لنا هذه الصفات لعلنا نتمسك بها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أمة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، في رواية مع كل 70,000. سئل عليه الصلاة والسلام عن صفاتهم، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني هم الذين استقاموا على دين الله من أهل التقوى والإيمان، وعبدوا الله وحده وأدوا فرائضه وتركوا محارمه واجتهدوا في أنواع الخير، حتى تركوا بعض ما يستحب تركه كالاسترقاء والكي، من كمال إيمانهم لا يسترقون، يعني لا يطلبوا من يرقيهم ولا يكتوون، لأن كي تركه أفضل إلا عند الحاجة، والاسترقاء تركها أفضل إلا عند الحاجة، هذا من كمال إيمانهم. وإذا احتاج الإنسان للاسترقاء لا بأس يسترقي، كما أمر النبي عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولاده لما أصابتهم العين، فدل على لا بأس بالاسترقاء عند الحاجة، ولكن تركه أفضل إذا تيسر دواء آخر واستغني عنه، وهكذا الكي إذا تيسر دواء يقوم مقامه فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى الكي فلا بأس. فقد كوى الصحابة كما كوى خباب بن أرد وغيره، قد كوى النبي بعض أصحابه للحاجة، فهذا من الكمال، ولا يخرجها عن 70 إذا استرقى أو كذا، لكن هذا من أعمالهم الحسنة ترك الكي إذا استغني عنه، ترك الاسترقاء إذا استغني عنه، وإلا ف70,000 هم أهل الاستقامة، هم أهل الخير والاستقامة في طاعة الله وترك معصيته المحافظة على الخير.